نهار اسود في الليله اللي مش معديه دي. معقوله يا علي جايبنا هنا عشان تقتل حسنين همام؟ ما اسمعش صوتك ولا كلمه. هو جاي. مش عرفك ان هو هو؟ ولو مش هو هستناه. ده طريقه وهيعدي من هنا. يعني هيعدي. ابوس ايدك يا علي بلاش. يخرب بيتك ابوس ايدك بلاش. مش عايز اسمع صوتك. عملها هو؟ مين ده اللي عملها؟ ها؟ فيه ايه؟ انت اللي فيه ايه؟ واه ضرب النار ده ومين هو اللي عملها؟ انا عارف. خش جوه خش جوه. ملناش دعوه. تلاقي رجاله حسنين همام ضربوا حد ولا حاجه. ملناش دعوه وملناش صالح. يلا خش اوضتك. خش اوضتك نامي بلاش دوشه. خش اوضتك في ليلتك المطينه بتندي. مش انت اللي ضربته؟ مش انت؟ انا شايفه. مش انت اللي ضربته؟ بس خلاص. مين اللي عمل كده؟ مين؟ مش عارف. بطلع جت بسرعات. يخرب بيتك. سحبي سحبي من ورايا. سحبي من ورايا. يلا بسرعه نمشي من هنا. سحبي 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 بالراحه. الله يخرب بيتك. عشان هات لي حقنة بنسلين بسرعة. حاضر يا دكتور. بس يعني انت برضو مش عايز تقولي مين اللي دشلك دماغك دي وفلقها نصين؟ انا قلت لك دكتور. قلت لك الشالية وقعت على نفوخي وانا بقضى بتجوز. الشالية؟ يعني انت متأكد انك ما تعرفش حاجة عن ضرب النار اللي كان حاصل ده؟ انا ما اعرفش اي حاجة عن الكلام اللي بتقوله ده. بقى انت في حاجه في البلد يا عصفور يا حسونة ما تعرفهاش؟ ماشي ماشي يا عصفور يا حسون هصدقك المره دي. اصبر. يا سيب اللي في ايدك يا دكتور. عاوزينك بسرعه. خير؟ الرئيس حسنين طخوه بالنار. طخوه بالنار؟ خش خش شوف الواطي اللي جوه جراله ايه. راح فين دار اخر؟ مش باين له اثر. مش مهم. المهم دلوقتي ندخل اوضتك واقفلي على نفسك كويس ولا كأن أي حاجة حصلت لحد ما نشوف إيه اللي هيجرى. علي رايح فين؟ أنا هروح دلوقتي ولما النهار يطلع إن شاء الله نشوف إيه اللي هيحصل. استنى. عاوزة إيه؟ أوعى هات اللي في إيدك ده ما تمشيش بيه دلوقتي أبدا. خايفة عليا يا صباح؟ خايفة عليك؟ أمال هخاف على مين لو مش هخاف عليك؟
المهم ادخلي اوضتك واقفلي على نفسك كويس. حاضر. اه روقي الكركبة دي، ما تخليش اي حاجة تتمسك عليكي، محدش عارف البهيمة ده جراله ايه. حاضر. يا عصفور الله يخرب بيتك. افتح يا انت اللي خانه، ويا ويل الليل من سوانه، ويا ويل الشوق من نيرانه. النور حيجي في ميعاده، افتح يا انت اللي خانه. قلت مش عايز حد. أنا عمار. ادخل. قال حاجة؟ قال ما يعرفش حاجة. ما يعرفش ازاي؟ هو اللي كان معه، هو كان شايف كل حاجة، وانت كنت وراهم، جاي تقول لي دلوقتي انك ما عرفتش تخليه يقر؟ ازاي؟ يبقى انت يا عمار. ايوه انت، قلت لك وقفوا باي طريقه، يبقى انت اللي قتلته يا عمار. انا همام، انا قتل الكبير وانا استجرى افكر فيها. ما بثقش باي حد فيكم، ما بثقش باي مخلوق فيكم. عطيه. ايوه يا ريس. ايوه يا ريس. ارمي الكلب ده بره مع الكلب التاني لحد ما نشوف مين فيهم اللي عملها. انا محسوبك يا همام، انا عشرة عمرك. من هنا ورايح اسمه يا همام، فاهم؟ اتجر قدامي واخرج يلا، ما تعصلكش. اخلص، قلت اخلص.
النحش. تترزي هنا لحد ما تيجي الأوامر. كده برضو عطية. اقفل. جابوك ليه انت راخر؟ همام بيشك فيا يا سيدي. بيشك فيك انت؟ ليه؟ ده انت اقرب واحد له. ده ما يثقش في غيرك من اول ما وقع الدنيا. ده ايه الغدر ده؟ ملوش عزيز زي جده. على قولك، ما احنا هو ايدين صوابعنا العشرة شمع، شايلين رواحنا على كفوفنا رهن كلمة منهم، وبرضو مش عاجب. بس برضو الراجل معذور. تفتكر مين اللي اتجرأ وعملها؟ انا عارف يا عمنا، الرئيس حسنين ده له أعداء ملهاش عدد، سواء جوه او بره. أيوة، بس أنت كنت جنبه كتف بكتف يعني. أي والله، كان ممكن أتنشنا بداله. الله، ما جايز أنا المقصود مش هو وجات فيه بالغلط. جايز برضو، جايز، بس يعني ما لمحتش اللي طخه. يعني هلمح واسيبه؟ ده كان يبقى عار لزق فينا ما يتشلش ولا بمية النار يا أخي. بس غريبة يعني، مش شايفك زعلان على الرئيس حسنين الله يرحمه ولا حاجة. ده انت كنت دراعه اليمين يا أخي. زعلان؟ والنبي تسكت يا عمار، ده أنا مقهور قهر. أنا مش بعيد أنام ما أقومش. ما انت عارف أنا زعلي بيبقى جوه في الأول، وبعدين يطلع عليا زي السخونية كده يعني. الله يسامحك يا عمار، قلمت علينا المواجع. حسنين برضو كان زي أبويا وأكتر. يا دكتور، أجي لك يا دكتور. يلا اتفضل. راح فين يا عصفور؟ يعني بقول يعني إن أجي معكم، يمكن تحتاجوا اي حاجه اساعد بيها كده يعني ولا حاجه. لا يا اخويا متشكرين، الرجاله عندنا بكفايه. يا سلام. الله يرحمه، الرصاصه دخلت من ناحيه وخرجت من الناحيه التانيه، واللي ضربه كان قريب منه قوي. من انهي اتجاه؟ من الناحيه اليمين. اللي ضرب الرصاصه كان واقف الناحيه اليمين، الرصاصه ده Thank you.
أنا يا همام أول ما تيجي تيجي علي أنا، ده أنا اللي طول عمري مطوع نفسي ليك، أنا اللي طول عمري بنفذ أوامرك من غير حتى ما أفكر أو أراجع نفسي، وفاكر نفسي أنا اللي جاي. قال إيه؟ همام اللي جاي وأنا اللي جاي معه، أديني اترميت زيي زي عكاشة. عمار مخلوف قوم معايا. وانا يا عطيه؟ لسه ما تبتش في امرك. اخلص. ايه اه يعني ايه ده؟ يا سلام، يكون شيء على بخدير. ايه علي اللي جابك هنا وحيدي؟ ها وسختك يا ابن الكلب مين ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله يا دماغي يا عصفور الكلب. مش هتحرم وسختك دي يا دني. حاضر تعال. حاضر حاضر معلش. حاجه في علي مالك؟ يا علي استنى هفهمك. هقول لك يا علي، هقول لك والنبي تحرم. تحرم يا عصفور الكلب. تحرم. عارف لو تهوب نواحي القهوه ولا نواحي صباح تاني بقطع رقبتك. فاهم؟ فاهم ولا نقول كمان؟ دماغي خرزه. فاهم؟ فاهم ولا نقول كمان؟ فاهم. والله ما انت فاهم. والله فاهم. تعالى معايا اعمل لك ايه عشان تزهق تحكي؟ علي كنت فين يا علي كل ده؟ ايه يا ابني اللي بهدلك بالشكل ده؟ مفيش حاجة، اتزحلقت في الربراب. وايه اللي طلعك في وقت زي ده؟ يا ابني ده كان في ضرب نار من شوية. حسنين همام اتقتل. عملتها يا علي. يخرب بيتك يا ابني. بس ما تسوني. اقفلي بقك، اقفلي بقك. حد شافك؟ لا. تخش اوضتك وتنام وتغير هدومك وكأن لم يكن. يا الله يا الله. وانتي اوعاكي اوعاكي الكلام ده يطلع برانا احنا التلاتة. ارواح اهل البيت ده كله متعلقة في السر ده. سمعاني يا ام علي. سمع يا اخويا سمع. سمع استر من عندك يا رب. فيك ايه يا صباح؟ مالك؟ عصفور حسون كان عاوز. Thank you.
ثانيه بات اخس عليك يا واطي يا صوتك وطي صوتك وانا نايمه جاي تمشي فيا يا زباله وطي صوتك لحد في شارع اسمها اللي سطرت عليه يا صاحبي اوعى اوعى تخبطني على اللي زيك يا وسر ده انا بنت مراتك يا رب يا واطي الحقيقه بقى ميت تعالي بس تعالي تعالي يا بنت تعالي يا بنت تعالي تعالي بس يا بنت يا بنت اوعى اوعى تعالي يا بنت ما حدش هيضرب فينا يا بنت ما حدش هيضرب فينا يا ابن الكلب ده انا هجيب اجلك يا بنت تعالي بس اوعى يا بنت تعالي هنا يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت تعالي تعالي ما تقلقيش ما دم دم يا بنت الكلب كلب الواطي والله لا ربيه ابن الناقصة تعالي معي لا استنى أنا دشيت على دماغه الشالي ومات مش عارفة أنا شفت دمه سايح طلعت أجري ما فكرتش في حاجة غير إن أجيلك عملتي خير تعالي معايا أوصلك لدارنا وبعدين هروح مشوار كده وأرجع أشوف ابن الناقصة داروخة لا يا علي أنا مش هروح داركم من غيرك وبعدين أنت ماشي متلتم ليه كده بعدين لما ارجع هفهمك وبعدين الدنيا بارده قوي وشكلها هتمطر انا خايف خلاص تعالي معي ونرجع سوا صباح افتحي يا بنت افتحي يا بنت يخرب بيتك لو انت لسه عايش افتحي يا بنت صباح احسن لك بقى كده يا صباح كده ماشي صلتي عليا الواد علي ماشي يا صباح ماشي والله العظيم لو ما تلميت لخليه تويك تويني انت عرفت يا صباح انهم قتلوا حسنين همام ما انا عارفه طب وده ماله بقى ومال الفتح ماله ومال الفتح ما هو انت بقى تفتحي بدل ما اقول لهم على اللي قتله مين بقى يا اخويا اللي قتله هو انت يعني فاكراني اني مش عارف ان حبيب القلب هو اللي قتله طب والله العظيم ما هو عامل لي فيها شملول ورايح ياخد طربوه والله العظيم ما هو انت ايه داير تسلم في مخيل ربنا بت ماشي 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 يا بنت شهية ماشي حاضر ماشي ماشي لازم نبلغ المركز مش هنبلغ دي جريمة قتل ولازم المركز ياخد خبر بيها لا محدش هياخد خبر بيها ازاي؟ عشان هو مات موتة ربنا قضاء وقدر يعني قضاء وقدر ازاي يا سيدي؟ بيقول لك قضاء وقدر ايه؟ اكتب التصريح خلينا ندفن حتى اكرام الميت دفنه هيندفن من غير ما يتشرح ازاي؟ هتشرح واحد ميت موتة ربنا ازاي؟
بس دي مسؤولية جنائية لو حد خد خبر بيها. هو في حد هيعرف غيرنا ولا ايه؟ ما كانش في غير الوضع عصفور حسون، هو اللي كان عند الدكتور ساعة ما روحت جبته. يبقى يكتم خالص وما ينطقش ومن سكات. ها اكتب التصريح، اكتب يا ابو البنات. هتكتب ولا لسه هتفكر؟ ايه يا جابر. جدك ما يعملهاش. اما مين بس يا جد؟ ها يعملها اللي له مصلحه. وهو مين اللي له مصلحه في قتل الرئيس حسنين؟ اللي له عنده طار. ما البلد كلها ليها طار عنده يا جد. يبقى البلد كلها قتلته لكن جدك لا. ايه يا ستي ده؟ وهو همام هيسمع لحد في الكلام ده برضه؟ هيسمع لنا. مين؟ يا ساتر استر يا رب، مين اللي بيخبط؟ مين؟ يا ساتر. خير يا ريس عطيه؟ صلاة جنازة ودفن ودلوقته؟ الصباح نور ربنا. إكرام الميت دفن. هو مين اللي مات؟ الرئيس حسنين. ها؟ مين؟ طب ازاي؟ امتى؟ اخلص، مش وقت حديد ده. الف رحمة مر عليه. اجهز وافتح الجامع. طيب حاضر. ابعت اعلن يعني؟ لا، خلي الاعلان للصبح. يعني عشان الناس تتصلي عليه في الجنازه وتمشي وراه وكده. رجالته كفايه. حاضر. اخلص. حاضر. انا بديلكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح كله زايل. مين اللي مات يا أبو شوقي؟ حسنين همام. سبحان الله، فجأة كده.
ده كان مبرطع في البلد شرقها وغربها لحد اخر الليل. حد قتل ولا ايه؟ هو انا عارف احنا مالنا؟ روح هاتلي توضى خلينا افتح لهم الجامع. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي عمري ما شفته دخل جامع وتركع اهو هيخش هو ميت. وهتروح وحدك؟ هو انا عيل صغير اخد حد معايا. طب عدي على الشيخ يوسف وخده معاك. لا الشيخ يوسف لا، انا حلف 100 يمين مغطى عتبته. ما هو ما تدخلش الجامع وحدك معهم. فكرك كده؟ طبعا دول جماعه بلطجيه ما يتامنوش. طب عدي على الاستاذ فتحي اهو راجل تاني معاك ويهابوه برضو. طب صب 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 يلا. اكني طلق النار اللي كان من شويه ده كان عليه؟ الله اعلم. هو كان في ضرب نار؟ امال ايه هي صح؟ كانت طلقه واحده انما صوتها كان زي الرعد. والله ما سمعت انا اصلي من ساعه ما احط دماغي على المخده واتخند ما بصحاش الا ساعه صلاه الفجر، قصدي صلاه التهجد. ربنا يتقبل. على مهلك يا رب. على مهلك على رب. مهلك انا مش فاهم. بص فيش اي حاجه. الباقيه في حياتك يا سهمام، شد حيلك. في حياتك الباقيه يا دكتور. تصريح الدفنه مع ساعطيه. تشكر يا دكتور، جميل وحينشلك. ما تؤمنش بحاجه تانيه يا سهمام؟ قول مش هتصلي صلاه الجنازه يا دكتور ولا ايه؟ طبعا طبعا، انا بس قلت اروح اتوضى في البيت والحقكم على الجامع على طول. مفيش وقت، اتوضى في الجامع احسن. ابقى تيمم. ايه؟ اتيمم. لا اله الا وهم قديم. لا طفل يبكي وراك ولا أحلى حريم، ولا أحلى حريم، ولا أحلى حريم. اجني تمن شرك اللي زرعته في الآخر، هما بيتقدموا وانت بتتاخر. اجني تمن شرك اللي زرعته في الاخر، هما بيتقدموا وانت بتتاخر. ماشي كأنك ظل وهم قديم، طفل يبكي وراك ولا أحلى حريم، ولا أحلى حريم. يا عطيه أغراب. أيوة يا ريس. خش صلي معهم عليه. بلاش أنا سمام، بس أنا كنت نايم معنا. ها خش يا عمار. ما أنا مش هينفع، انا كمان همام. يلا يا جاب خش انت. ايه اصل انا اصل الحكايه جت فجاه وانا معذور. الله، ما حدش هيخش مع النعش الجامع؟ ايه كلكم ارجس ولا ايه؟ اعوذ بالله. شيل معي يا شيخ محمد شيل. وانت يا دكتور رؤوف هم شيل معنا. اهم ايه؟ عاوزين رابع. مش مشكله هقوم ببهنا. يلا. وحدوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وحدوه. لا اله الا الله. تقيل قوي. معلش تضحكوا معايا.
لا اله الا الله. اصبر يا استاذ فتحي. اجمل يا شيخ محمد. لا اله الا الله. ده تقيل قوي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لف معاه. لف يا استاذ فتحي. حط حط يا استاذ فتحي. محمد. الحمد لله يا استاذ فتحي. انا عديت عليك وجبتك، كنت هتدبس فيها انا والدكتور رؤوف. طب يلا صلي وخلص يا شيخ محمد، خلينا نخلص من الليله دي. على قولك، صلاه الجنازه اربع تكبيرات، التكبيره الاولى. يا عم عارفين عارفين، ابدا وخلص يا شيخ محمد. وماله وماله. الله اكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ايه ده؟ اخ إيه؟ انا ما شفت ورطي. ايه هنعيد؟ يجوز يجوز يجوز. دم ده ولا ايه؟ شش اسكت. دم؟ شش.